وبما أن الجبيرة من باب العزيمة فإن الواجب أن يمسح عليها كلها، أعلاها وأسفلها وجوانبها، وكذلك يشترط أن توضع بقدر الضرورة للقاعدة الشرعية، الضرورة تقدر بقدرها، ولذا لو احتاج إلى أن يغطي هذا العضو واحتاج معه لتثبيتها أن يغطي ما حولها بمقدار شبر فلا يتجاوز إلى شبرين، فإن تجاوز إلى شبرين فيجب عليه أن ينزعها ويعيد وضعها مرة أخرى، إلا إذا خشي من النزع ضررا فيبقيها للقاعدة الشرعية، الضرر لا يزال بضرر، وإذا أبقاها مع هذا الضرر فقد قال بعض العلماء بالمسح عليها، وقال بعض العلماء يمسح عليها والعضو الذي ستر من غير حاجة يتيمم عنه، وقلنا إن هذا هو الأقرب ولا يعني ضعف القول الآخر، وذلك لأن القول الآخر له وجهة قد يستدل على قوله بالقاعدة الأصولية التابع تابع، وهذه القاعدة هي المعروفة بقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلما كان الأصل فرضه المسح فيأخذ هذا التابع حكمه، فالتابع تابع، والقول الآخر بناء على التسليم بصحة ما جاء في إحدى روايات حديث جابر أن يمسح على العصابة ويتيمم، وكلاهما كما سبق فيه شيء من القوة.